من خلال وزارة الثقافة طبعا. من خلال وزارة طبعا الثقافة دعم أكيد. كبير طبعا، وانا سعيد جدا لجمله قالها الدكتور احمد فؤاد هنو لسه من اول ما استلم، يعني قال جمله مفيده جدا، قال لك هنعيد المشاركات الدوليه تاني. عارفه الروح الفرحه للفرق المصريه اللي تبدا تشارك، مصر تبقى موجوده في المحافل الدوليه، بقالنا فتره ما كناش ظاهرين قوي في الموضوع ده. لو حصل ده تاني هيفرق كتير، واحنا نتمنى العام القادم يبقى في العالمين في المهرجان فرق اجنبيه، يبقى عندنا المهرجان مش فرق مصرية بس. للعرض بقى ولا كومبيتيشن كومبيتيشن يعني مسابقات؟ مسابقات، نعمل الكومبيتيشن بشكل دولي، يعني يبقى معانا محكمين دوليين بالإضافة للمحكمين المصريين، ويبقى في رواج سياحي في المجال التراث الشعبي والرقصات الشعبية المصرية من خلال دعوة فرق أجنبية معانا. يعني دي هتفرق كتير جدا في المهرجان، ولسه ما اتعملش، يعني دي تاني سنة بإذن الله أتوقع العام القادم يبقى فيه ده. انا ما تقليش ان حد ممكن يغلبنا بصراحه لا لا اسكندر، خالص، مصريين عامه، خلاص مش عايز اقول بس مستحيل. انا متحيز هذا اسكندريه. لا على فكره مش تحيز، يعني الغنى اللي فيه، اللي احنا موجودين فيه، اللي عندنا مصر غنيه فعلا بالتنوع الثقافي بتاعها، بالشخصيه بتاعتها التراثيه، زي ما حضرتك تفضلت ولسه بتقول احنا عندنا الطبع الخاص، الخاص بالصعيد والخاص باسكندريه والخاص بالعريش طبعا والخاص تنوع ثقافي تنوع فظيع يعني. وشخصية عظيمة جدا. مش بتصوروا ليه العروض بتاعتكم؟ هو في ميزة، يعني مش ميزة، هي أساس الموضوع بتاعنا، إحنا تابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة. فالهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى مصر منتشرة بطريقة كبيرة، فيها قصور ثقافة منوعة في جميع المحافظات متنوعة، وفي بيوت ثقافة، وفي قصور ثقافة، وفي مراكز ثقافية، كل ده تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة. يعني عايز أقول لك موضوع بأعداد كبيرة جدا، يعني أعداد المتلقيين الفنانين حتى الورش اللي بتعمل بيجي فيها أعداد رهيبة في المحافظات. فإحنا عندنا ده، وعندنا موقع خاص بالهيئة العامة لقصور الثقافة فيه جميع الداتا للفرق والفنانين التشكيليين والفرق الشعبية داتا والموسيقى ولا العربية. العروض مصورة؟ العروض عروض مصورة عروض مصورة طبعا طبعا، ولقاءات وحاجات كتير جدا موجودة على الموقع الهيئة العامة لقصور الثقافة. هتقدموا ايه كفرقة حرية في المهرجان؟ هتقدموا الاستعراض تاني ولا عندكم استعراضات احنا تانية منضبطين اللي احنا ولا؟ الجزء عندنا للفرقة الاسكندرية، يعني بنقدم التراث الشعبي المنوط بمنطقة الاسكندرية شامل، يعني احنا بنقدم رقصات منوعه بس بقدر الامكان، لما احنا هنيجي كذا مره فمش عايزين نكرر العروض، يعني هنعمل التابلوهات اللي قدمناها ما نقدمهاش مره تانية، بحيث الجمهور يبقى شاف تنوع لو كان هو حد منه موجود. ممكن تكلمني بقى عن العروض بتاعت اسكندريه؟ ان هو مش عرض واحد، عروض اسكندريه بتقدم ايه من خلال عروض اسكندريه؟ الفلكلور ولا عامه؟ الاثنين. هو عامه في عندنا، احنا عندنا فرق اسكندريه فيها فرق مميزه جدا من الموسيقى الشعبيه، وعندنا فرق من الموسيقى العربيه مميزه جدا. الفلكلور عندنا عمق تراثي رهيب في اسكندريه، لان احنا عندنا حضارات كتير رومانيه ويونانيه، وانت عارفه متخيله طبعا اسكندريه طبعا أكيد. فعندنا شغل فيه عبق للتاريخ بطريقه كبيره جدا في اسكندريه. وانت بتقدم كمان على المسرح الروماني هنا، فمش حاسس طبعا بغربة؟ لا وهنا وكمان هو ده بقى لنفس الافكت بتاعنا، لان احنا عاملين تابلوهات تعبر عن ده برضه. هي الافكت كمان اللي احنا بنعمل كمان تابلوهات بتراث شعبي بشكل منوط، لو احنا اتوظفنا في حاجه مختلفه عن كده، يعني احنا دخلنا بره مثلا بره مصر وعملنا اوبريت كبير مع فرق دوليه بنشارك بالجزئيه المصري بتاعنا، الجزء الاسكندراني، فبيبقى مميز. احنا رحنا الصين عملنا الجزئيه دي، كان مهرجان كبير وعملنا جزء عن اسكندريه بس عن الصيد الاسكندراني، وكان المخرج صيني وكان مبهور جدا بالطريقه بتاعتنا. فالموضوع الصيد الاسكندراني، الصيد طريقه الصيد، لان انواع الصيد عندنا مختلفه، تصنيع المراكب، تصنيع السفن، احنا عندنا تصنيع السفن، كيفيه طريقه السفن مختلفه عندنا غير بتاعه العريش، غير بتاعه سوري بتاعه والعريش برضو فيها ده سفن. بيتقدم في العرض؟ لا بيتقدم في العرض دايما بس مش في العروض الجماهيريه البسيطه، بيبقى في المسابقات الكومبيتيشن الداخلي، لان بيحتاج وقت بنعجز طويل. الفرق اللي قدامنا يعني طبعا، لان انا داخل انا بصنع لهم مركب، ازاي هصنع لهم مركب بادوات بسيطه تطلع على الستيج بشكل بسيط للجمهور ويفهمهم ازاي تصنيع المركب دي مختلفة عن دمياط. اكتر عرض قدمتوه وحصل انبهار من الدول التانية ده بره مصر ولا جوه مصر؟ بقول من الدول التانية شافت. شافوه، هو كان احنا عندنا العرض بتاع الصين ده كان فيه ابهار رهيب لما شافوا الموضوع، كان فيه تقنيات من عندهم ظهرت العرض بشكل عالي جدا، واحنا كان عندنا عبق في، يعني في عمق للتاريخ بتاعنا وعمق للتراثي وصلنا للعالميه، احنا لو ما عندناش عمق تراثي وحفاظ على التراث بشكل قوي ما كناش هنوصل للعالميه وننجح بره مصر. اكيد طبعا. طب سريعا بقى كده، العرض الجاي هيكون فيه اختلاف عن العرض الاولاني اللي كان في الافتتاح؟ هيبقى فيه اختلاف في الازياء في التناول بتاعه، وهيبقى موضوع مختلف. هتقدم ايه؟ احرق لنا شويه. هحرق شويه اكيد، يعني احنا الفتره اللي فاتت احنا عملنا التابلو اللي هو فيه بيتكلم عن الملاهي اللف وكده، هنعمل نوع تاني من صيد السمك اللي هيتقدم فيه، وهنعمل جزء تاني قريب لاسكندريه العرب العمريه،
منطقه في اسكندريه اسمها العمريه، فطريقه بدو وطريقه مختلفه من العرب العمريه هنقدمها دي في دخلة الجو. اسكندريه وهنعمل حاجه لابو العباس، المرسي ابو العباس. الله. حاجه كده جميله كده في ميكس فيها شويه. هتعملوها ازاي دي؟ مفاجاه بقى، احنا كده هنحرق النهارده. ايوه عايزك تحرق. لا طبعا كده هتاخد كل حاجه. الله خلاص الحياه. طيب الفنان نصر الدين محمد، مدرب ومصمم رقصات فرقه الحريه للفنون الشعبيه وصاحب العرض الاسكندراني للافتتاح، انا بشكرك جدا لحضرتك على جدا وسعيد جدا وعلى هذا اللقاء. شكرا. ألف شكر يا فندم. شكرا ليك يا فندم.